السمبوسة ما تحلاش أكلها إلا في رمضان وعاملها إلا في رمضان. هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة بطريقتين إن شاء الله يعجبوكم. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وبعافية. بوريكم اليوم ازاي انا بعمل السمبوسة، هعملها بطريقتين ان شاء الله يكونوا سهلين عليكم. مكوناتها بسيطة جدا، 3 كوبايات دقيق ابيض، كوباية مية، شوية ملح، ومعلقتين زيت. يلا نشوف مع بعض ازاي الطريقة. عجينة السمبوسة معايا هعملها في المحضرة، ممكن تعمليها في العجانة او كمان ممكن تعمليها بالايد. بحط 3 كوبايات دقيق من الدقيق الابيض، ربع معلقة كبيرة من الملح، معلقتين كبار زيت، وهضرب شوية بشوية. طبعا الـ3 كوبايات بياخدوا معايا كوباية مية. هقلب بس الدقيق مع ده شوية عشان يختلط لي الزيت والملح والدقيق. هضيف المية شوية بشوية وانا بدور، ما تضيفوش المية كلها، تضيفوا بالتدريج شوية شوية لحد لما تتكون معايا عجينة. خلاص بضيف شوية تاني من المية وبضرب. بدأت كده تتكون معايا عجينة، شايفين بالشكل ده؟ وكده معايا شايفين العجينة ايه؟ زي ما قلت لكم ما نحطش مية كل شوية. شوفي المية هي هتحتاج قد ايه. 3 كوبايات اخدوا كوباية مية، وقطع منها زي كريات اهي كده، كل كرة قد كده مثلا. روح ايه اعمل الكرة كده، هي بتلزق معايا شوية لكن عايزاها متماسكة. بعملها كده كلهم كريات وبحطهم بالشكل ده كده، هغطيهم بقى بستريتش رول او بفوطه نظيفه عندي، واسيبهم لمده نص ساعه او بس، يعني اسيبهم يرتاحوا عشان لما افرد كل كره معايا تتفرد بسهوله ما تبقاش شاده معايا. بشوفكم ان شاء الله بعد ربع ساعه. وكده عجنت السمبوسه بعد ما سبتها تقريبا نص ساعه. هبدا بقى افرد شويه شويه، معايا دقيق ومعايا زيت ومعايا صينيه حطاها على البوتاجاز عشان نعمل عليها مع بعض. يلا نشوف اول واحدة معانا، وهبدأ ارش شوية من الدقيق عليها. بسم الله هبدأ اعملها بالنشابة بالشكل ده كده. عايزة اعملها بشكل طولي مش بشكل مدور، بشكل طولي شايفين زي كده، وهفرتها كمان من هنا ومن هنا بحيث تكون رقيقة معايا. السمك ده كده شيء بحطها هنا، وباخد كورة تانية. انا هعمل 3 على بعض. اول شيء لما انت تكوني لسه هتجربي عجينة السمبوسة اعمليها 3 فوق بعضهم، بلاش تعملي 4 و5. وهعمل نفس اللي انا عملته بدي، هفردها بالنشابة كده. خلصت ايه التانية، هعمل 1 تالتة. ممكن تعملي 1 تالتة و4 و5 و6، بس انت عشان ايه ما تغلطيش اعملي 3 بس الاول وبعد كده ابدأي في التانيين. ودي التالتة بالشكل ده كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ ادهن كل واحدة فيهم بالزيت. هدهن كل واحدة كده بالزيت فيهم بالفرشة عشان ما اخدش زيت كتير. دي بيديها قرمشة لما انت بتقلي السمبوسة او تعمليها حتى في الفرن، وما بتلزقش طبعا على بعضيها بالشكل ده كده. بعد ما دهنتها بالزيت هبدأ ارشها كمان بشوية دقيق، 3 بشوية دقيق، وبحط 3 ايه على بعضيهم. بحط كده دي على دي، شايفين كل وش على بعضيه اهو كده. الثالثة كمان وهحطها ايه كده، تمام كده. وهجيب 3 دول وافردهم بقى معايا بالنشابة. هفرد كده بسم الله، تكوني بقى مولعة البوتاجاز على اللي انت حطاه، سواء صينية او صاج او اي شيء اللي انت بتعملي فيها، اللي بتعملي فيها على النار يعني،
تحطيها. بعد كده بالشكل ده معايا فردتها بالشكل ده، هبدأ بقى اعملها ايه، هبدأ اسويها. بسم الله كده عشان يكون شكلها معايا منتظم كده. كمان كده كده بقت معايا ايه، متساوية. هعملها بقى هقسمها لثلاث اجزاء. هنا عندي كده ادي واحد وادي اتنين. بسم الله هعملها كده على النشابة. طيب انا طبعا مش دهنة الصاج اللي عندي ده، مش دهناه ولا زيت ولا اي شيء. هبدأ احط عليه ايه العجينة اللي عندي. بسم الله وابدأ اسويها، بس تشم ايه النار. التانية كمان هحطها بنفس الشكل على الوش ده دقيقة، وعلى الوش ده دقيقة. دي كمان شايفين شكلها بقى ايه معايا كده، خلاص بحوشها. بتكون من هنا شايفين زي العلامات، انا مش عايزاها تستوي جامد، بس المهم ان هي تطلع لي كده. بسم الله نطلع بقى ايه، نحاول ان احنا نفكك من بعضيها، نفككها يعني من بعضيها. شايفين بتطلع لي ايه، بتطلع بكل سهولة عشان طبعا سخنة، نحاول ان احنا نفككها وهي سخنة. شايفين اهي، شايفين بيطلع ايه شكلها، هي دي السمبوسة. بعمل كل الكمية بالشكل ده كده واوريكم في الاخر. طريقتها سهلة وبسيطة وما فيهاش اي شيء، وهي دي عجينة السمبوسة معايا. شايفين عملت لي كام حبة، بتعمل 40 حبة، 40 واحدة سمبوسة يعني. شايفين بتكون مورقة ازاي، شايفين التوريقة بتاعتها. دي الطريقة الاولى، عشان ما طولش عليكم في الفيديو ده، هنزل الطريقة التانية في الفيديو التاني. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.